الإفريقي لكرة القدم في العاصمة الغانية أكرا جوائزه السنوية لعام 2009 على مستوى اللاعبين والأندية وكذلك المنتخبات. خطف المنتخب الجزائري لكرة القدم جائزة أفضل منتخب إفريقي من نظيره المصري، وذلك وفقا لرؤية مدرب القارة السمراء في احتفالات توزيع جوائز الكاف في العاصمة الغانية أكرا، متفوقا على ساحل العاج وغانا. وقد منحت الجائزة بعد تأهل الخضر إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، والمستوى المتميز الذي ظهر عليه في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. وتوج العاجي ديدييه دروجبا المحترف في صفوف تشيلسي الإنجليزي بلقب أفضل لاعب على مستوى القارة الإفريقية، متفوقا على الكاميروني صامويل إيتو والغاني مايكل إسيان. وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها دروجبا بالجائزة، حيث سبق له أن فاز بها عام 2006، بينما كان أفضل لاعب إفريقي العام الماضي هو التوغولي إيمانويل أديبيور. وقاد دروجبا منتخب بلاده للتأهل عن جدارة لنهائيات كأس العالم، وسجل خلال التصفيات 5 أهداف، ولم يهزم منتخب بلاده في طريقه إلى المونديال، كما استعاد دروجبا الجائزة بفضل مستواه غير العادي مع تشيلسي في النصف الثاني من العام. وشهدت بقية الجوائز فوز الغاني دومينيك أديبا صاحب 20 عاما المحترف في ميلان الإيطالي بجائزة أفضل ناشئ بعدما تألق في كأس العالم للشباب وقاد فريقه للفوز باللقب، بينما فاز الغاني سيلاستيتيه مدرب المنتخب الغاني للشباب والذي توج معه ببطولة العالم للشباب التي أقيمت في مصر بجائزة أفضل مدير فني. وفاز نادي مازيمبي الكونغولي بجائزة أفضل فريق في القارة السمراء بعدما فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2009 للمرة الثالثة في تاريخه. وحصل لاعب مازيمبي موبوتو مابي على جائزة أفضل لاعب إفريقي يلعب داخل القارة خلفا لمحمد أبو تريكة الذي توج بها العام الماضي. وأخيرا حصل جمهور جنوب إفريقيا على جائزة أفضل جمهور، فيما حصل جمهور الهلال السوداني على جائزة اللاعب النظير. والحديث أكثر عن نتائج الجوائز معنا من القاهرة المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم حسين المعروف بشط كابتن عبد المنعم. مرحبا بك معنا في دنيا الكرة. لو بدأنا بالحديث عن هذه الجوائز على مستوى اللاعبين، بلا شك في كل عام هناك جدل يثار بعد أي إعلان، لكن تفوق كبير معروف لدروجبا على المستوى الأوروبي. ما هي المعايير التي يعود إليها الاتحاد الإفريقي في اختيار الفائزين بهذه الجوائز أولا؟ مرحبا بالسادة المشاهدين. أنا طبعا يعني من المهم نذكر أنه في كريتيريا ومعايير توضع لدى المدربين في أنحاء القارة، 53 مدرب مدير فني في الحقيقة. هذا المدير الفني له الحق في التصويت من خلال أداء هؤلاء اللاعبين الموجودين داخل وخارج القارة سيام مع بعض، منها أميز ما يميز هذا اللاعب أداؤه المتميز واستمراره في الملاعب فترة طويلة، وهذا الأمر أن يكون هناك لديه من القدرة على أن يكون مؤثرا وأن يكون له الدور القيادي وأن يكون هدافا وأن يكون لاعبا محوري وأن يكون خلقه جيد وأن يكون مشاركا مع منتخب بلاده ومؤثرا كذلك، وأن يكون برضو مشاركا مع ناديه سواء كان داخل القارة أو خارجها. وهذا اللاعب دروجبا استحقها عن جدارة، برغم أن هناك من المشككين اللي قالوا أنه سامويل إيتو يستطيع أن يتغلب عليه، ولكن من خلال النقاط كان هناك فارق كبير جدا من خلال تصويت المدربين اللي هم الأجدر وأكثر دراية وأكثر خبرة في كيفية تحديد من هو الأفضل، لأنه أي مدرب يستطيع. ربما كابتن بالنسبة لدروجبا هناك اتفاق عالمي على ما قدمه دروجبا، ربما إيتو تراجع مستواه في النصف الثاني من العام المنصرم 2009، يعني هناك من يرى بأن هناك ظلم في مساواة من يلعب داخل القارة بخارج القارة، بمعنى آخر من شبه المستحيل أن يفوز يلعب لاعب يلعب داخل أفريقيا على أن يتفوق على لاعب يلعب في تشيلسي في برشلونة في إنتر في أي فريق أوروبي آخر. ولا وطبعا الامر ده الموسم السابق حصل جدل كبير جدا لما ابو تريكا يعني ذكرت الصحف وذكر الاعلام انه ظلم، لكن اي لاعب بيلعب في داخل القاره في الدوري المحلي بتاعه هيكون اقل في من ناحيه المستوى ومن ناحيه الاداء القوي، ولكن هناك جائزه برضه تم الاتحاد الافريقي
أن يصنفها للاعب الذي يلعب داخل القارة أو داخل وطنه، وهذا لا يقلل من أنه أبو تريكة كسبها من قبل، ومفوتو في تيبي مازيمبي استطاع أن يؤثر تأثيرا مباشرا، ولكن هناك طبعا جائزة اللاعب داخل القارة وجائزة اللاعب الذي يلعب خارج القارة، ولكن هناك احتمال، وده شيء وارد، وإن شاء الله في القريب العاجل أن يكونوا لاعبين داخل القارة أفضل من لاعبين خارج القارة، حتى تكون الجائزة من داخل الدوري القوي في هذه القارة السمراء الكبيرة. يستطيع لاعب برضو زي تيمي مازيمبي، بس مهما كانت الأمور فصل هذه الجائزة كان هو الأفضل عشان يكون هناك برضو فرصة متاحة للاعبين الأفارقة الذين يلعبون داخل بلادهم أن يكون لهم برضو وجود في هذه الجائزة. كابتن عبد المنعم، بما أنك ذكرت أبو تريكة، يقودنا ربما حديثك عن أبو تريكة الحديث عن اللاعبين المصريين. ليس من الغريب أن يفوز منتخب مصر في السنوات الست الماضية بثلاثة ألقاب إفريقية متتالية، ومع ذلك يغيب أي لاعب إفريقي عن هذه الاختيارات، يعني أي لاعب مصري. لاعب أفريقي، ما هو يعني أبو تريكة كان يستحقها، ولكن في العام اللي اختار فيه ديباير، اللجنة الفنية أو المدير الفني اللي بيحدد، ما هي ما فيهاش مجاملة، فيها تصويت، وطالما هناك تصويت هناك خلاف، ولكن كان أبو تريكة يستحق أن يكون في العام السابق أفضل لاعب في القارة على المستوى المحلي والدولي، ولكن يعني مصر كونها تنال هذا اللقب ثلاث مرات متتالية، نحن نحسب الجائزة في العام السابق في 2009 لا يوجد لاعب يعني في مصر أو لاعب في المنتخبات أو لاعب في الأندية يستطيع أن ينافس دروجبا، فكان الأمر من خلال البطولات لا تقيس بطولات سابقة ولكن تقيس أداء لاعب في الموسم السابق، وهذا يعني شيء بيرجع لأنه تخلف بعض اللاعبين المصريين أو الأندية المصرية عن وجودهم في تشامبيونز ليج دوري الأبطال وكونفدريشن أبعدهم تماما عن أن يكون هناك لاعبا متواجدا، ولكن مصر في 2010 لديها القدرة على أن يكون هناك لاعبين متميزين لو استمر أداء هذا اللاعب طوال عام 2010 من خلال دوري الأبطال ومن خلال المنافسات ومن خلال التصفيات الموجودة أن يحقق هذا الأمر. طيب كابتن، باختصار، هل يفكر الاتحاد الإفريقي في إجراء تغييرات؟ ثم ماذا عن فوز الجزائر كإنجاز عربي وحيد ربما في كل هذه الاختيارات؟ والله الجزائر تستحق هذا الأمر بدون أن تكون هناك مجاملة، لأن الحقيقة هنا داخل الأهلي المصري الجزائر تسبب بعض يعني الأقلام اللي بتهاجم الاتحاد الأفريقي، كيف نختار الجزائر ولا نختار مصر؟ الجزائر كونها تكسب هذه التأهل لكأس العالم من خلال مباراة فاصلة في أداء متميز، يعني ده شيء يعني يجب أن نشيد بأداء الجزائر في هذه التصفيات بغض النظر عن الاحتكاكات الجماهيرية، فداخل الملعب كانت هناك كرة قدم استطاعت من خلالها الجزائر أن تفرض وجودها على الساحة، كانت أفضل من غانا برغم أن غانا لم تخسر ولا مباراة، وكانت أفضل من ساحل العاج برغم أن ساحل العاج لم تخسر أي مباراة وتأهلوا قبل المدة المقررة بفترة طويلة، ولكن صعوبة تأهل الجزائر من خلال وجود بطل القارة مصر وأن تأخذ من بين أنياب الأسد هذا التأهل، يعني كان يجب على الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة التي تخول لها في هذا الأمر ودراسة الأمر في صعوبة هذا التأهل، كان أصعب تأهل، وبالتالي الجزائر تستحق بغض النظر عن الأقلام والأعلام الحقيقة اللي بيهاجم هذا الأمر، وأنا بشيد باللجنة بأنها اختارت الجزائر الحقيقة. كابتن عبد المنعم حسين، المدير الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.